السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا بداية، الإضراب العام في محافظة البصرة دخل يومه الثالث على التوالي استجابة لدعوة الإضراب العام والعصيان المدني من أجل إسقاط النظام. المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو من البصرة، وهو قطع لأحد الشوارع في المحافظة، وهذه الأهازيج التي تخرج من المتظاهرين لتمسكهم بهذا الأمر حتى إسقاط النظام طبعا، وهي خطوات تصعيدية بالنسبة لهذه الثورة وللمتظاهرين من أجل الضغط الأكثر على المجتمع الدولي، وكذلك الضغط أكثر على هذه السلطة الحاكمة من أجل أن ترحل. هذا هو الشعار المرفوع طبعا، وهذا هو المطلب الرئيسي والأول والأخير بالنسبة للمتظاهرين في ظل تعنت هذه السلطة واستمرار قمعها للمتظاهرين، وكذلك استمرار تمسكها في الحكم وكذلك بالمناصب. إذن كما قلنا، لليوم الثالث على التوالي يستمر الإضراب العام والعصيان المدني في محافظة البصرة. مصادر محلية أكدت أن المتظاهرين قطعوا معظم الشوارع الرئيسة في مركز المحافظة، عزلوه عن جميع الأقضية والنواحي، وكذلك عزلوا قطعوا بهذه الشوارع الطرق المؤدية إلى الموانئ ومحطات الغاز والكهرباء ومواقع حيوية أخرى. كذلك قام المتظاهرون في البصرة بقطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير وطريقي أبو قوصر والعوجة المؤديين إلى الطريق الخارجي لقضاء بالخصيب، إضافة لقطع جسر خالد وطريق أبو الخصيب فاو وعزل قضاء الفاو وشط العرب عن مركز محافظة البصرة. وكذلك سيطر المتظاهرون على جسر الجزيزة وسط مركز المحافظة وأغلقوه بالكامل، وقطعوا جسر خالد في قضاء شط العرب، وأكدوا أن قوة أمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين من أجل تفريقهم في منطقة تقاطع الجزيزة، وتم اعتقال عدد منهم. نتمنى السلامة لجميع المتظاهرين المعتقلين من قبل القوات الحكومية، وكذلك الذين يصابون جراء إطلاق النار الرصاص الحي وكذلك القنابل المسيلة للدموع. طبعا ليس الاعتصام وقطع الطرق والجسور و العصيان المدني في البصرة فقط، بل في المحافظات العراقية التي تشهد مظاهرات. في محافظة بابل على سبيل المثال، أفاد ناشطون أن عددا من المتظاهرين أقدموا على قطع أغلب الطرق في مدينة الحلة، وقامت القوات الحكومية والميليشيات باقتحام ساحة الاعتصام في مدينة الحلة. أسفر هذا الأمر عن إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح مختلفة، بعضهم إصابتهم خطيرة. طبعا هذا الموضوع ومواضيع أخرى، دعت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين إلى الخروج ببيان أكدت فيه أن القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة وتعدها حزمة إصلاحات ما هي إلا دليل على مدى الفشل والكذب والتدليس الذي تمارسه سلطة المحاصصة الطائفية كما ورد في البيان. كذلك قالت اللجنة أن هذه القرارات لا تنطلي على المتظاهرين الذين يؤكدون أن مطلبهم هو إسقاط النظام حكومة وبرلمانا وتجميد دستوره برحيله وليس بإصلاحه. كذلك أشارت اللجنة إلى أن قانوني الانتخابات والمفوضية ستتولاهما لجنة من خبراء مستقلين تعينها الحكومة الانتقالية الوطنية التي يطالب بتشكيلها المنتفضون. وكذلك أكدت اللجنة المنظمة لثورة تشرين رفضها المطلق لأي قانون يصدر من الطبقة السياسية التي لم تقدم غير الخراب للبلاد ولا تقوم إلا بما يخدم مصلحة أحزابها ولا تبالي بالجماهير ومطالبهم. وكذلك شددت على ضرورة استمرار التظاهرات والاعتصامات السلمية مع استمرار الإضراب العام في البلاد. إذن مشاهدينا، دعوة الإضراب والعصيان المدني وقطع الطرق وقطع الجسور وقطع الموانئ إن كانت في محافظة البصرة أو في جنوب العراق، الشركات النفطية، الطرق المؤدية إليها، هو مطلب جماهيري الآن. هذه خطوة من الخطوات المهمة بالنسبة للثوار والمنتفضين وللمتظاهرين بالضغط أكثر على المجتمع الدولي لإحراجه كي يتدخل، وكذلك الضغط أكثر على هذه الحكومة وإفقادها مصادر تمويلها واستمراريتها بقطع هذه الطرق
الحيوية والمهمة المؤدية طبعا إلى الشركات النفطية التي تتغذى عليها سلطة الاحتلال، حكومات ما بعد الاحتلال منذ بدء الاحتلال وحتى هذه اللحظة. هذه كانت الوسيلة الوحيدة لكسب الثروات من العراق بعد أن أضاعوا كل خيراته، وكذلك أفقروا هذا البلد بشتى الطرق عن طريق يعني تدمير القطاع الصناعي وكذلك الزراعي، ولا توجد تجارة في العراق، وبالتالي هذه الطرق وهذه الوسائل التي اتبعتها سلطة الاحتلال بالاعتماد على النفط، قطع هذه الطرق هي وسيلة مهمة جدا بالنسبة للمتظاهرين، ومطلب يتصاعد وينتشر الآن في عموم العراق من أجل تحقيقه بشكل صحيح، ويكتمل بأضراب الموظفين الحكوميين بكافة مؤسسات الدولة عن العمل. هي أيضا خطوة مهمة جدا في تعطيل حياة هؤلاء وإجبارهم على الرحيل. من معنا الآن؟ السيد علي من الديوانية، تفضل يا علي. ألو علي، حياك الله. علي تفضل. علي يسمعني؟ علي فقدنا الاتصال مع السيد علي. طيب نقرأ بعض الرسائل التي وردت لكي نواكب ما يأتي من رسائل عن طريق الواتساب. ندى من ذي قار تقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين الشريفة. الله أكبر يا عراق، كم عانيت وعانيت من الجراح والمآسي من حكام العراق الفاسدين الخونة، إن شاء الله منتصرين بعون الله، والله ينتقم من الأحزاب التابعين للفرس المجوس. أم محمد من السماوة تقول: ألف مبروك فوز أسود الرافدين، وإن شاء الله النصر على الفئة الفاسدة بحق محمد وآل محمد. طبعا نستغل تهنئة السيدة أم محمد، وكذلك نهنئ منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز على نظيره القطري الشقيق بهدفين لهدف واحد في افتتاحية بطولة كأس الخليج 24 المقام الآن في دولة قطر. شكرا للمنتخب الوطني الذي يستمر بإسعاد الجماهير العراقية وإن كان على الساحة الرياضية، لكن هو يعطي دافعا معنويا كبيرا، وكان دائما مساهما في إنعاش هذا المجتمع، وكذلك إن كان في موسم المظاهرات أو في وقت المظاهرات فهي كانت دفعة معنوية كبيرة، خاصة عندما انتصر وفاز على إيران. كذلك رسالة تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، نورت أستاذ محمد، القادة الأمنيين يصرحون أنهم ليسوا السبب بقمع الثورة، إذن من الذي يقمع الثوار؟ والله يعرفون كل الزيان، أخوكم الثائر محسن غفلة زويهي. شكرا لك يا محسن. رسالة تقول: تحية لقناة الرافدين، أكثر من شهر وشباب الثورة مرابطون بصدورهم العارية وبعزيمة لا تلين، مستلهمين ذلك من تاريخ أجدادهم العظام، فتحية لهم ولكل الأمهات التي أنجبتكم، والرحمة لشهداء تشرين الذين هم أكرم منا جميعا، والخزي والعار على أذناب الفرس القابعين في سراديب المنطقة السوداء. أخوكم من أمريكا عماد فيصل. شكرا لك. من معنا الآن؟ السيدة أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها، وبارك على انت على انتصارنا على مال كرة القدم. نعم. وهذا ما يدل على انه طول ما احنا الرياضة قاعد تنتصر ان شاء الله احنا المنتصرين على القوم الفاسدين الموجودين في الخضراء. نعم. ان شاء الله ما بقى لهم الا القليل. وبدأوا هسه يلعبون لعبتهم يطلعون الفاسدين، هم انتم كلكم فاسدين، يوم يطلعون ابو التعليم العالي، ويوم وزير الكهرباء، ويوم وزير النفط، والى اخره. هذا ما يدل على انهم على اساسهم هسه عرفوا اكو فاسدين. فانتم مجموعه من فاسدين، من مجلس النواب الى مجلس الوزراء الى كل المسؤولين والسياسيين الموجودين بهذه الدوله من 2003 الى هذا اليوم. ان شاء الله النصر العظيم لنا، وان شاء الله دلاله
كبيرة على أنه هذا الشعب المنتفض إلى قوة وإرادة قوية، وإن شاء الله تستمر إرادتهم وقوتهم وعزيمتهم، وإحنا ندعي لهم ليل ونهار على هالقوة والإرادة الله يرحم شهدائنا ويضم جرحاهم جرحانا إن شاء الله يا رب. سيدة أم زهر، أريد أسألك، هناك دعوات للاستمرار بالضغط على هذه الحكومة بتطبيق أو تحقيق العصيان المدني وقطع الشوارع وإيقاف العمل بهذه المؤسسات الحكومية التي تدخل أموال إلى هذه الحكومة. الآن ما رأيك بهذه الدعوات المستمرة للعصيان المدني والاعتصام في الشوارع وقطع الطرق؟ هاي الشغله، وخاصه البصره والنفط، اللي احنا كنا دائما احنا نحكي، كان دائما كنت اقول انه نفط البصره دا يروح الى ايران والى غير ايران. فهسه هسه هسه انا ايد هاي الفكره انه يقطعون كل الشوارع على النفط وعلى كل المواني وعلى كلها، اذا بالبصره واذا في المحافظات او في بغداد، قطعوا كل الجسور، قطعوا كل هذه، هذا ضغط كبير على الحكومه، وحتى تضغط اكثر واكثر عليها، وحتى هذول المستفيدين باموال الدوله، وحتى حتى على الحدود قاموا ما يخلون، يعني قاموا اكو ضغط عليهم ما يخلون سيارات تتعدى تدخل الى بغداد او الى العراق كافه، جنوب او بغداد. يعني المهم فكره جيده من المعتصمين والمتظاهرين، والله ينصرهم ان شاء الله ويوفقهم وينطيهم قوه والاراده والعزيمه اكثر واكثر. شكرا لك يا سيده أم أزهر، كنت معنا من بغداد. رساله تقول: تحيه لقناتي المفضله، مشتاق لك استاذ محمد الغالي، شكرا لك. ان من يقومون بثوره إلى منتصفها فقط إنما يحفرون قبورهم بأيديهم، أتمنى من إخوتي الاستمرار. تحياتي أخوكم جواد منهي حميدي من ذي قار قضاء الفهود، أتمنى تقرأها كاملة أخي، شكرا لك يا جواد. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل، نؤكد لكم أن الثورة شعبية وبروح الشباب المظلوم، هنا لا بد من الانتباه إلى حماية السجون وتسليمها إلى جهة محايدة أما تابعة للأمم المتحدة أو إلى القوات الأمريكية، لأن الوضع قد ينسحب على تصفيتهم بحجة الإرهاب. كلنا شعب واحد وقلبنا ينبض باسم العراق. شكرا لك. رسالة تقول: ألف تحية لكم يا أخي، هذولا ليش ما يطلعون من العراق؟ هل يرجعون لإيران؟ الله يرحم الشهداء ويبقي الثوار منصورين. أم فهد من أربيل، شكرا يا أم فهد. عزوز التميم يقول من الناصرية طبعا، يقول: ألف ألف مبروك لمنتخبنا العراقي وبردا وسلاما على العراق. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين المجاهدة صوت الحق، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحانا، تحية لثوار تشرين الأبطال بعد هاي المجازر. طفح الكيل يا عرب وينكم، ترى العراق خير على الكل، ليش هذا السكوت على جرائم الحكومة؟ وين جامعة الدول العربية؟ وين الرؤساء؟ ليش الخوف من إيران؟ كافي يا عرب، العراق ينزف دما وأنتم تتفرجون. أنه راسل أفعى إيران قبل أن يأتيكم الدور، أصحوا يا الدول العربية، اللهم أنصر الثوار. أم مريم من السيدية، شكرا يا أم مريم. من معنا الآن؟ أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أستاذ محمد وأحيي هاي القناة الشريفة النبيلة اللي هي الوحيدة اللي تنقل معاناة هذا الشعب المظلوم. حياك الله يا أبو مالك. وتعليقي أستاذ محمد على تهديد حزب الله لوزير الدفاع. اللي يقولون إحنا على أساس راح نخلي وزير الدفاع يستقيل بطريقتنا الخاصة.
وانا عاصرت انظمه منه لتحيد لغايه ما وصلت لهذول السفله. اكو هيك وزير دفاع تهدد ميليشيا؟ بس اريد اسالك سؤال استاذ محمد. نعم. اكو هيك وزير دفاع؟ طيب يا ابو مالك، انت اجبني على هذا السؤال. هل هناك دولة تعيث فيها الميليشيات فساد وتتدخل فيها إيران وتتحدث عن سيادة أو تتحدث عن إصلاح في بلد مليئة بالميليشيات وبالمافيات والعصابات وغيرها؟ طبعا لا، لأن هي عبارة عن ميليشيات، هي حكومة عبارة عن ميليشيات. لأنه إذا وزير الدفاع بيتهدد، ما معناه أنه مجموعة ميليشيات المسيطرة على البلد. نعم. طيب، يعني أنا أسأل حضرتك أيضا على موضوع اليوم طرحناه في بداية الحلقة، وهو موضوع مهم ويجب أن ينتبه العراقيون إليه، وهو قضية الاعتصام وقطع الطرق. الإضراب العام كيف تراه؟ يعني ما وجهة نظرك من قضية الإضراب العام والاعتصام وقطع الطرق المؤدية إلى المؤسسات النفطية أو الشركات أو حتى الطرق الحيوية الرابطة بين المحافظات أو الجسور المهمة والحيوية في المدن التي تشهد ثورة الآن؟ هذا هو النهج الصحيح، وانا سبق وان اقترحت نفس النهج هذا، لانه اذا ما تتحاصر الدوله داخليا ما يصير علاج ابدا، لان هذول متعندين. يا استاذ محمد، يعني انا دا استغرب على هيك بشر، الانسان ما عنده كرامه نفسه؟ يعني الناس دا تضربك حتى تسمع بالقنادر، دا تهينك بالشارع وين ما تروح، يعني ما دا اعرف شنو يا اخي، ما اعرف شنو من البشر ذولا. نعم. أبو مالك، أنا أشكرك، كنت معنا من الولايات المتحدة، معنا أم رغد من الديوانية، تفضل يا أم رغد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا في يعني إحنا هاي المظاهرة، يعني إحنا في التشجيع من المظاهرين، يعني وشبابنا هاي الحلوة قاعد تمضي أرواحها ودمائها في سبيل الوطن. نعم. إحنا يعني إحنا نحييهم ونشجعهم، وكذلك اليوم اللي لعبتنا وين قطر؟ يعني في التشجيع، يعني اللي ولدنا ذول اللي احنا تعبانين عليهم، ونطوي الغالب والنفيس الى العراق. نعم. فهذا الف تحيه لاولادنا شبابنا ذول الحلوين اللي نطوي الغالب والنفيس من اجل العراق. نعم. العراق اللي تربته تدور عينك، اللي تربته والله العظيم يعني ماكو مثل تربته. احنا رحنا وين ما كان، يعني سافرنا الدول، مشينا لغير مكانات، بس من ايدينا يعني للعراق هنا، يعني ترابه يعني حلو، يعني مو مثل باقي الدول. نعم. يعني احنا عشنا وتربينا يعني من حرب الحروب، وهاي اخر شيء يعني ولدنا، يعني ذول اللي يعني ما محصلين على ابسط الحقوق اللي يعني كل دوله بيها. ليش احنا نقول احنا يعني هيك؟ احنا شنو ذنبنا يعني هاي ولدنا هيك؟ يعني وهاي الدولة الفاشلة يعني قاعد يعني تتفرج علينا وعلى ولدنا، هاي الضحايا يعني نايمين بالشوارع ونايمين بالساعات المعتصمين. يعني ليش يعني نقول ليش نطالب الدولة يعني تسوي لها حل؟ يعني ما معقول هيك الدماء تروح هيك. بعدش يعني تنتظرين شيء من هالدولة؟ ما عندهم ضمير، ولا هم ما ضميرهم لأنهم يتباوعون بعيونهم ويعني يغمضون. ليش؟ يعني احنا مو باخذ الدول هاي العايشة برفاهيه يعني وعز وكرامه، احنا ليش يعني؟ يعني هذا انا اللي اقوله يا اخي، يعني والله العظيم حرقت ولدنا هاي شبابنا، يعني تروح هيك بالبلاش على شنو؟ على ابسط الحقوق اللي ما يقدرون يعني يوفروها للناس. ليش؟ يعني كم سنه احنا سيدة ام رغد، هل تنتظرين شيء بعد من هاي الحكومه؟ جدول عمرك، واريد ان يكون صوتي يوصل لهذول الفاشلين القاعدين النايمين بكراسيهم، وان شاء الله يكون نومكم ما يقعدون بحق الحسين. اي والله ما اقول غير هذا. شكرا يا ام رغد، كنت معنا من الديوانيه. مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمح لي اولا اترحم على ارواح الشهداء، الرحمه والمجد والخلود والعزه والشرف لشهدائنا الابرار الابطال. وندعو الله عز وجل بالشفاء لاخواتنا الجرحى، والافراج لاخواتنا الاسرى، والحريه للعراق وللامه وللانسانيه. ويقصد نؤيد وندعم ونشجع ونحيي فكره العصيان المدني الشامل، هي فكره علميه مهمه. نعم. وطبقت من قبل من اعلاف السنين في الهند وفي تشيلي وفي دول كثيره حقيقه.
فندق شعب بناء البطل الى التمسك بالسلميه لاقصى درجه. عارفينك عارفينك شخص محارب لا تقبل الكلام ده، بس يلا ماشي الحال معاهم للنهايه لما نشوف هم كده كده منهيين اساسا. انتهوا فعليا انتهوا نهائيا، بس مساله وقت ومساله يعني مراوغه بس، لان النظام الايراني موقف على كل رئيس عصابه، على عبد المهدي والزميلي والمالكي والدهلكي والاشكال الضغط كلها موقف محطتهم تحت الاقامه الجبريه. يا تقتلوا الشعب العراقي يا اللي وراك يصفيك مباشره. هو موقف العصابات بالرشاشات على دماغهم، تاخذوا من المجرم خاميني او خميني الصايع الضايع عدو الانسانيه. فيا سيدي انتهى الموال. احنا نطالب عليك بفكره الاسلام المدني، فكره جباره، بس تقطعوا النفط بوقف تصدير النفط وتوقفوا حائط الملاحه والطيران وتغلقوا المطارات وتطرد جميع السفارات والقنصليات، لان اللي يمثل النهارده سيدي اي نظام مالي رئيس ما يسمي نفسه يتعاون مع هؤلاء العصابه ويبقى فيه تمثيل دبلوماسي، فانت مشارك في القتل. انت بتتمثل تمثيل دبلوماسي مع شويه سرسريه ما لهمش قيمه ولا غزل. الشعب خلاص انتهى والعراق غضب وانتهى الموال، فاحسن لكم حقنا للدماء وحقنا لدماءكم، لان انت ممكن تعمل فيكم زي ما تعمل في المجرم مسلحني، فاستسلموا لان استسلامكم افضل لكم. وانا اشكر سيادتك. شكرا يا مصطفى. ام امير من السويد تفضلي. سيدة أم أمير، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا تفضلي. سلام عيني تحياتي. وعليكم السلام. أهلا، بس حبيت أنطي رأيي بخصوص الاعتصامات اللي بتعليها، يا ريت والله الشعب العراقي كله يسوي اعتصام مدني. نعم. يعني يسوون الدوائر كلها والمؤسسات، ولو أنا عندي أهلي بالعراق خواتي وصديقاتي موظفات يقول يشتغلون علينا بالوزارات، يبلغوهم اللي ما يداوم بالوزاره بالدوام يا اما يقطعون راتبه يا اما يفصلونهم. ونفس الشيء طلاب الجامعات، ولد اختي طلاب بالجامعه يقول لي موقفين مفرزه شرطه بالباب، ممنوع احد يطلع من الطلاب الجامعه الا يخلص الدوام يلا. يقول واحنا معتصمين قاعدين جوا الجامعه يعني ما نحضر حتى المحاضرات. يقول بس واقفين بالباب الا يخلص الدوام يلا يطلعون. فيا ريت يسوون اضراب عام الشعب العراقي كله يقطعون كل الطرق والساحات ويوقفون حركه الطيران وحركه الملاحه واي شيء، حتى ذولا بلكي الدول تتحرك، بلكي امريكا تتحرك، بلكي هم يحسون على نفسهم ويطلعون. يعني باقين ما تحسون ما عندكم كرامه ما عندكم شرف، الشعب ما يريدكم شنو باقين؟ نعم. بس على مود الفلوس تبوقون، ما كفى المليارات البكتوه كل واحد من العدم للوجود. عمار الحكيم يقول ذاك اليوم بالمقابله هاي املاكي واملاك ابويا واجدادي مال جادريه، مين لك املاك؟ انت فقر ابن الفقر، مو انتوا فقر حافين قاعدين بايران؟ انت والمالكي وذاك هادي العامري وصاختكم وهدومكم تلعب النفس بالنعله بالاصبع، مين جت املاكم؟ هاي املاك مالتنا ومال ابائنا واجدادنا. نعم. ليه يستحون؟ ما شبعتوا من البوق والنهب؟ ان شاء الله سموا ذقن بطنهم ببطن ولدهم وبناتهم اللي عايشين بالخارج يتونسون بفلوس العراقيين. ما محرومين من اي شيء، ومخلين هالشباب الحلو لكل شاب يشرح القلب، يروحوا لهم فدوه ان شاء الله لكل شاب من هاي الشباب، والله ينصرهم ان شاء الله ويقويهم. الفرحه الكبيره يوم نتحرر من هذول ان شاء الله يطلعون العجم من عندنا. شكرا لك يا ام امير، كنت معنا من السويد، شكرا للمشاركه. نقرا بعض الرسائل سريعا مشاهدينا الكرام. احد المشاركين يقول: مبارك لمنتخبنا الوطني فوزه على منتخب دوله قطر الشقيقه، وان شاء الله تتم فرحتنا بإسقاط هذه الحكومة الفاسدة العميلة. رسالة تقول: تريليون ألف مبروك فوز منتخبنا العراقي، والله فرحونا أبطال أسود الرافدين. تحياتي فاطمة من النجف. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى قناة الرافدين الشريفة المجاهدة، إن شاء الله النصر قريب على الفرس المجوس. يا رب يا ناصر يا رب النصر للثوار على الحكومة الفاسدة، أخوكم من سامراء. طبعا مشاهدينا نذكر هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، خدمة الواتساب غير متاحة للاتصال، هي فقط متاحة لإرسال الرسائل المكتوبة، الرسائل النصية التي نستطيع قراءتها. من يرغب بالمشاركة عن طريق الاتصال، الأرقام موجودة أمام حضراتكم، أرقام الهواتف التي تمكنكم من المشاركة معنا بالاتصال الهاتفي. السلام عليكم، شكرا لقناتكم. أنا المنشد سجاد من ذي قار، بس أريد أوجه كلمة واحدة من خلال قناتكم الشريفة. هذول المسؤولين إذا يريدون يستمرون على الكرسي خليهم يبقون، بس بشرط واحد،
نريد العلم العراقي اللي ورا الكرسي مالتهم يشيلوه، لان ما نريد يتوسخ العلم العراقي بيهم. حرامات علم العراقي يصير يمهم. وشكرا، شكرا لقناتكم الشريفه اللي متواصله ويانا ويا المظاهرات. شكرا يا سجاد. رساله تقول: ابو حاتم من الموصل، السلام عليكم، تحيه طيبه لك استاذ محمد المحترم ولكادر قناه الرافدين والمشاهدين الكرام. ليس امام الثوار او المتظاهرين الا تشكيل حكومه في ساحه التحرير واذاعه البيان، والشعب كفيل بحمايتها. مبروك لاسود الرافدين وللعراق وشعبه فوز فريق كره القدم العراقي على شقيقه القطري. هذه دلائل النصر المرتقب على عصابه الخضراء، والسلام عليكم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أخوكم عمار العقابي. قبل أيام تكلم النائب فاق الشيخ يقول إن الكتل الحاكمة في العراق اجتمعوا على قتل كل من يقف أمامهم، والدليل اليوم هو حدوث انفجارات في بغداد. شكر خاص لقناتكم الشريفة. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اليوم بتاريخ 2019 شهر 11 يوم 25 بشهر يوم الاثنين، حالات اغتناق كل هوايه سهنان دايجون على الدراجات. طبعا ما عندنا تك تك احنا مثل بغداد. هو اللي صار شنو؟ يعني شباب يعني عاديين يطارون مظاهرات عاديه. جيت مكافحه الشباب قاموا يضربون قنابل صوتيه كل هواي وياها قنابل دخانية، وأكثر اللي طاحوا خطير خذوهم هم الأطفال. هاي سحات أول يوم اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل قراءة الرسائل الواردة على الواتساب. يقول احد المشاركين: كل الود والاحترام لكم ايها الابطال في قناة الرافدين، ابطال وما قصرتوا، نصرا من الله وفتح قريب، ما بقي شيء، نهايتهم قريبة، تحياتي اخوكم الثائر محسن جعفر المهنة. شكرا يا محسن. رسالة تقول: صبرا يا عراق، فان النصر قريب باذن الله. تحية للثوار صغار كبار، عاش العراق، عاشت الثورة. نوار من هولندا. رسالة تقول: السلام عليكم، اقرأ رسالتي. أمانة الله، ليش من غلبنا إيران سويتوها يوم وطني، ومن غلبنا قطر لا حس ولا نفس؟ ليش؟ ممكن تفسير بسيط. التفسير: فوزنا على المنتخب القطري، هي مباراة كرة قدم بطابع عربي بشكل ودي مليء بالمحبة والروح الرياضية. الفوز على المنتخب الإيراني لكرة القدم له أبعاد سياسية، جاء في فترة مهمة للغاية، جاء في فترة احتاجها الشارع، احتاجها المتظاهر، احتاجها الثائر المنتفض، في لحظة يطالب فيها إيران بالخروج من العراق، يطالب فيها إيران بترك هذا البلد. هذا الفرق بين المباراتين. العراقيون اكتفوا من إيران وما تدخلاتها طبعا، وكذلك تدميرها لهذا البلد بالسيطرة على الحكومة وبالسيطرة على كل مفاصل الدولة، وبالتالي فوز له طعم آخر، له معنى بالنسبة للعراقيين بشكل عام. والدليل حتى الفرحة لدى لاعبين المنتخب عندما فازوا على إيران، حتى إذا لاحظتموها مختلفة قليلا حتى عن الفرحة على المنتخب القطري. بالنهاية الفوز على المنتخب القطري له فرحة طبعا، هي مباراة كرة قدم، لكن على إيران في ظل إيران برا برا الشعار المرفوع، لا، الموضوع يختلف، وبالتالي هو كان عرسا وطنيا رياضيا وكذلك في التظاهرات بالنسبة للعراقيين. هذا الجواب على سؤالك. أم مشاري من أستراليا، تفضلي. الله يعطيك العافية واشكرك على البرنامج.
الله يعافيك ويسلمك. تفضل. الله يخليك، الله يسلمك. احنا محنا عارفين شنو ايران تبي من الشعب العراقي. نعم. حرام يا اخي اللي يصير بالشعب العراقي هذا. الوحيد الشعب العراقي ما ارتاح بحياته. شنو يردون من عند الشعب العراقي؟ محنا عارفين مشتتين. تأذينا، هاجرنا بلدنا، صار لنا يعني تحسر على بلدنا صراحة، مو باقي الدول. طيب مرتاح. أم مشاري، أم مشاري إذا تسمحي لي خليك وياي. لدينا الآن مشاهدينا الكرام مقاطع بث مباشر حاليا، لقطات مباشرة الآن من ساحة الوثبة، فنشاهد. فشوية سامحونا هالأيام لأن الرجل متأذين فما أقدر أرتب هواي، يعني سواقف مسافة بعيدة في سبيل إذا صار شيء أقدر أنسحب. عالم طبعا سضربهم هاي بالعالم جت تراكب. هاي شوفوا دعمكم. زين شنو هسه الموضوع؟ ليش تراكبهم ما حد يدري. بس على شنو يركبون؟ غير نفتي؟ آه ركبوا اثنين ثلاثة، العالم كلها ركبوا تراب، ما تدري شنو الموضوع. طبعا هي بالبداية شوية دخان وهاي مال مسيل الدموع. إذا المشاهدين الكرام كما تلاحظون هذه لقطات مباشرة من ساحة الوثبة في العاصمة بغداد. نكمل الحديث مع السيدة أم مشاري من أستراليا. تفضلي يا أم مشاري. يا أخي المتر ساعة صراحة. نعم. صراحة ما احنا عارفين شنو يبون من عندنا الكتل السياسية هذه. شنو سوونا؟ شنو من راح صدام لليوم هذا شنو سووا للشعب العراقي؟ شنو عايشين بالزبل؟ شنو عايشين بالجوع؟ شنو واحنا اقنى بلد بالعالم هي العراق. صراحة احنا منفعلين صراحة. نعم. والله العلي العظيم من يوم صارت المظاهرات اليوم هذا من فعل الشعب هني العراقي في استراليا، الناس مو مرتاحة، الناس يعني ودنا نطلع، ودنا نرجع لبلدنا، بس متى هالشكل يا اخي؟ متى؟ يعني في ناس بفايخة وقاعدة ببيوتها، والناس تكتلت، الناس ماتت، الشباب ماتت. شنو ذنب هالسلامات هذه اللي قاعدة تموت؟ الشريد عادل، الشريد خلاص نهب وخل يطلع. نعم. نهب من البلد خل يطلع هو والكتل السياسية اللي معاه. أرجو أنه يوصل صوتي هذا، أرجو أنه يوصل صوتي، وأرجو من العراقي عامة أنه يوقف. نعم. أم مشاري أنا أشكرك، كنت معنا من أستراليا. معنا أبو شيماء من واسط. تفضل يا أبو شيماء. السلام عليكم. أبو شيماء من محافظة ديالى قلبي. حياك الله، تفضل. وصلني من واسط، تفضل يا أبو شيماء. أخويا أقول للحكومة العراقية. نعم. يعني رهناء يعني في إيرانيين أقول لهم كل ما تراهنون على الوقت كل ما يزيدنا عزم وإصرار. زين. نعم. والله العظيم كل ما تزيدون وكل ما هاي احنا يزيدنا اصرار. واقول للمتظاهرين لا تاخذون كلام الساده ولا تمشون بكلام اي بشر، امشوا بكلامكم بس. انتم ماشيين على الطريق الصحيح. اقول لهذا، اقول للمتظاهرين كلها هذا اخر حل بيدينا. والله العظيم اذا خذلونا دول الايرانيين وديول ايران والله بعد ما بقوم لنا قوامه. هاي اخر حل بيدينا. زين؟ زين ما خلوا الشرفاء سجنوهم، الشرفاء هجروهم، ما خلوا اي بشر بالعراقي بس خلوا ديول ايران. نعم. محافظه ديالى يعني ديموغرافي كامل، كل محافظه ديموغرافيه كامل ايرانيين سووها. نعم. ما يخالف مهما سويتوا سجون سريه، مهما قتلتوا، مهما ذبحتوا، بس راح يجي يوم ناخذ حقنا بيدنا، وجاي اليوم ان شاء الله. بس اقول لهم هذول جماعه الامايم وهاي لا تاخذون اي واحد، اي واحد كان من يقول، كان من يقول لا تاخذ كلامكم وبس. لان من 2003 لحد اليوم هاي هاي المظاهرات صحيحه، ماكو لا سني لا شيء لا مسيح لا يهودي ولا كل شيء، كنا عراقيين. زين هذا اللي اريد نقوله. زين ابو شيماء انا اشكرك، كنت معنا من الدياله، شكرا لك للمشاركه. ابو علي من واسط، وتفضل يا ابو علي.
السلام عليكم أستاذ الكريم، تحية لكم وتحية لأبناء شعبنا، تحية إلى ثوار العراق الجديد اللي هم راح يسمعوا التاريخ من جديد إن شاء الله. السلطة بالعراق هي تريد بس مجرد تحصر المظاهرات، تريد أنه تأخذ حيز الوقت، لكن للأسف هم خطأوا بشيء واحد، خطأوا أنه اللي اليوم الثوار موجودين ماكو حزب يحركهم، ماكو جهة تحركهم، ماكو طائفة تحركهم، ماكو دولة تحركهم، فلذلك هم الوقت القتل القمع تكميم الأفواه هذا ما راح يجي معاهم نفعا. السلطة الموجودة حاليا للأسف ثبت أنها مع الثوار الموجودين هم عندهم صفقات أسلحة وصفقات طائفية، صفقات عنصرية، إلقاء القبض أو مو إلقاء القبض بس اكتشاف، يعني ما يقدرون يلقوا القبض لأن الأرجنتين هذا وراء إلقاء قبض على هذه ما أعرف يمكن اسمه ملا طلال، أعرف أنه متلبس بالرشوة لأن ساوم وزير الصناعة على الاستجواب. كذلك الكذبة اللي اختلقها مقتدى الصدر أنه يريد يقيل الحكومة، لكن لحد الآن لا استجوب الحكومة ولا أقال الحكومة، والحمد لله في هذه الثورة سقطت كل الأقنعة، كل الأقنعة سقطت اللي تريد تمشي العراق مثل ما هي تريد. كل شيء نقول كل شيء انتهى، يعني الآن ثوار جدد، كذلك الطلبة دعوة نقابة المعلمين غدا للاعتصام وللتظاهر، هذه تضغط ضغط كبير جدا على اللي يمارسون السياسة، هم مو سياسيين جاي يمارسون السياسة لأن ما يفتهمون بالسياسة لحد الآن، فهذا وسيلة ضغط. التراجع يعني قتل العراق، التراجع يعني سفك دماء الشهداء، التراجع يعني التنازع عن الحقوق، التراجع يعني العيش في وقت مظلم لطويل الزمن، لكن هم هذول صناع التاريخ، هم هذول صناع الثورات، هم هذول صناع العراق الجديد إن شاء الله. شكرا أبو علي، كنت معنا من واسط. نقرأ بعض الرسائل مشاهدينا الكرام التي وردت. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. من معنا الآن؟ عثمان من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل يا عثمان. عفوا سيدي الكريم، تحية لك والقناة الكريمة صاحبة المواقف الكبيرة. حقيقة نحن في الولايات المتحدة الأمريكية كعراقيين عندما نشاهد الوضع في بغداد أو في المحافظات جميعا ومن خلال مشاهدتنا لمواقع التواصل الاجتماعي واتهام هذه المظاهرات بأنها مدعومة من الدول أو من البعثيين أو غير ذلك، نحن نحب نقول لهم كلمة. أعذرني مرات أتكلم بالفصحى، مرات أتكلم بالجلفة على مود توصل. عثمان أخذ راحتك بالطريقة اللي تتكلم بيها، أهم شيء توصل رسالتك. جزاك الله خير. طبعا إحنا كليتنا العراقيين في خروج هذه المظاهرات تحديدا التي جمعت كل أطياف الشعب العراقي، قررنا بأننا ننتمي إلى الوطن. طبعا هاي تفصيلة مهمة، قررنا بأننا ننتمي إلى هذا الوطن، لأن هذا الوطن في هذه المظاهرات أجهض كثير من المحاولات الاستعمارية بالطريقة الحديثة. الاستعمار اختلف، مو مثل قبل، الآن الاستعمار فكري مثل ما كان بالعراق، أقول ما كان بعد المظاهرات أن خرجت غيرت يعني الفكرة. العالم كلها تبحث عن وطن حتى يعيشون بكرامة. وأحب أنوه على فد فقرة عن النقطة الأولى، هذه شرحت. الفقرة الثانية، للأسف بعد ما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد ما خرجت بالتقرير اللي عرى كل السياسيين الذين لطالما هتفوا بالوطنية وهم من الوطنية براء، أوكي، عرتهم البعض صار يستبق أصحاب الميليشيات اللي بعدها ما طلعت على الساحة بالتقرير، أوكي، اللي إذا تختطف مسؤولين كبار والعاقل يفتهم، يعني صاروا يستبقون الأحداث بأن هذه المعلومات التي خرجت من أمريكا مزيفة وكاذبة. طيب
انت شنو يعني عفوا يعني كقناه وكسياسيين شو تشوفون انتم من هاي يعني من هاي الحاله؟ هي استباق. طيب استباق لتغطيه على جرائم سوف يتم ان شاء الله سوف يتم نشرها على كل مواقع التواصل على مسامع ويعني واعين كل العراقيين والعالم. نعم. طيب وان شاء الله احب اختصر لانه اكيد اكو ناس متصلين اخرين. صحيح. اقول ان شاء الله النصر قادم. النصر احنا مو شايل سلاحك يعني شايل سلاحي واركض. وحرق المقرات التابعه للاحزاب مو معناها تخريب، نفسهم هؤلاء في سنه 90 حرقوا المقرات الحزبيه. انا مو مع البعث، صدام حسين عدم والدي وانا عمري 40 يوم. طيب؟ نعم. يعني فاني انا اتكلم وياك يعني سني اني مو هذا اسف على ماكو فرق، ماكو فرق مفرده، طبعا ماكو فرق، لا احب اوصل رساله، بالعكس دليل على تضامني ووقوفي مع شعبي واهلي. والحمد لله العراقيون جميعا في امريكا دعموا المظاهرات ولا زالوا الى الان. بس المشكله عثمان عندكم بعض الرفحاويين دي يخربوها احيانا بالمظاهرات. الرفحاويين طبعا وقفوني على النشر يمكن صار شهر. نعم. كل ما انشر شيء اني يوقفون بوجهي لان كانوا اصدقائي. نعم. يعني قبل 4 سنوات و5 وشفت منهم الويلات وما اقدر صراحه في امور ما اقدر اتكلم بيها، يعني اكو امور ما اقدر اتكلم بيها صراحه. جدا اعتذر. وضحت يا عثمان. انا اشكرك عثمان من امريكا، اشكرك، اعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون. عمر من لندن، تفضل يا عمر. فقدنا الاتصال مع عمر. معنا جاسم من بغداد، تفضل يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. جاسم تسمعني؟ جاسم من بغداد. يبدو أن جاسم غير جاهز أو يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال معه. شكرا للمشاركة بشكل عام. نقرأ سريعا ما تبقى من رسائل فيما تبقى من وقت. أبو فهد من أربيل يقول: ألف تحية إلى قناتكم قناة الشعب العراقي، وتحية لحضرتك أخي محمد، أرجو من الثوار التواصل، إن شاء الله منصورين. رسالة تقول: لدينا طبعا رسائل كثيرة. أحد الأشخاص أرسل رسائل. أبو محمد الهاشمي، أنا أشكرك للمشاركة لكن لم أفهم بداية الرسالة. عموما رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مبروك لمنتخبنا الوطني والرحمة والغفران لشهداء العراق وثورة تشرين. إن شاء الله تعالى يتحقق النصر وتنتهي الطغمة الحاكمة الفاسدة وزوالها إلى الأبد، وعودة العراق العظيم حرا أبيا كريما شامخا رغما عن أنوف أعدائه الطامعين. أخوكم أبو محمود. شكرا يا أبو محمود. رسالة تقول: قناة الرافدين تميزت عن البقية، فضحت المجرمين. مشتاقين أستاذ محمد. هذا النظام يعيش أيام الأخيرة والظلم لن يدوم والمظلوم سوف ينتصر عاجلا أم آجلا. تحياتي أخوكم الثائر خميس عبد السادة أبو نعيم. شكرا يا خميس. رسالة تقول: السلام عليكم ولقناتكم قناة الرافدين، ومبروك الفوز على المنتخب القطري، وإن شاء الله يا رب النصر على هذه الحكومة الفاسدة والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار. تحياتي أختكم ثريا من ميسان. شكرا يا ثريا. نواف العتيبي من الرياض يقول: السلام عليكم يا رجال العراق، أنتم أمام عصابات تتلقى الأوامر من عدوكم التاريخي إيران، ولا سبيل للخلاص إلا بالهجوم والسيطرة على المعسكرات واستخدام يعني وجهة نظر. لكن كما قلنا وكما يقول يا سيد نواف أن المتظاهرون في العراق أعلنوها منذ اليوم الأول، المظاهرات سلمية سلمية، هذا هو الشعار الذي رفع في مظاهرات العراق في ثورة تشرين. المظاهرات هي سلمية حتى إسقاط هذا النظام. تحية لك أستاذ محمد. يقول: بالنسبة للعصيان المدني، إحنا من حزام بغداد مدينة أبو غريب، وأخي الأكبر معلم ابتدائية، يومية يجيهم الأمن الوطني يشوف منه حاضر أو غائب، أو يحاول أن يعمل إضراب عن الدوام، أو يحاول يكتب على سياج المدرسة.
رسالة تقول محمد من كربلاء، السلام عليكم. كربلاء اليوم تدمرت بسبب قوات الشغب القمعية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، وما شفنا جماعة القدسية طلعت. تذكرون من جماعة القدسية؟ عموما يقول القدسية تطلع على مود وحدة عزفت بالكمان، واليوم بكربلاء كل زاوية بها دم وما شفناهم حكوا. وينكم؟ وين راحت قدسيتكم؟ اللهم ارحم شهدائنا. رسالة تقول ألف مبروك أسود الرافدين، إن شاء الله يا رب النصر على الحكومة الباغية. رسالة تقول رسائل كثيرة حقيقة، آخر واحدة أقصر واحدة، تحية طيبة للرافدين والنصر للثوار. أم فجر من بغداد تبارك فوز المنتخب الوطني ويا رب النصر العظيم على الطغمة الفاسدة. عراقي من ألمانيا يقول السلام عليكم صباح، تحياتي واحترامي لقناتكم المحترمة. الذين يحكمون العراق الآن هم عبارة عن عصابات وخونة. رسالة تقول كل الوزراء والنواب غير مؤهلين أن يكونوا بأبسط موقع لأنهم بلا خلفية بل معدومي العلم. العراق بحاجة إلى نوابغ لكي ينهض. ابن ذي قار يقول السلام عليكم قناة الحق، مبارك للفوز لأسود الرافدين. أيضا طبعا نقرأ أحدث الرسائل التي وردت. أوكي، رسائل كثيرة من المشاركين. السلام عليكم، الرجاء اعتماد الخطاب المعتدل والحذر في اختيار الكلمات، لأن هناك بعض الكلام مستفز لقسم من أبناء الشعب وممكن يسبب لهم النفور ويحدث تفرقة بين المتظاهرين. نتمنى منك التوضيح أكثر عن ما قيل ومن تقصد لكي يختار الكلمات، من هي الجهة التي توجه لها الكلام. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.